يا صباح الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم دايما طيبين وبألف خير وصحة. مع قرب شهر رمضان الكريم نلاقي الناس بدأت تنزل الشارع بيشتروا زينة رمضان وفوانيس رمضان، أي حاجة تحسسهم بأجواء رمضانية كده، ويملوا البيت زينة ويتفننوا إنهم يخلوا شكل البيت حلو، والناس بتبقى فرحانة بشكل البيت الجديد اللي كله أجواء رمضانية روعة. وأنا النهاردة هاخدكم معايا في جولة داخل حي الغورية وشارع الخيامية، الأماكن دي اللي فيها زينة رمضان وجديد بقى من الفوانيس وجديد من الخيامية والحاجات الجميلة المرسومة عليها، زي بجوف طمطم وفتوتة، الحاجات الحلوة دي اللي بتفكرنا برمضان زمان. أنا النهاردة هوريكم إيه الجديد في الزينة وإيه الجديد في الفوانيس، وهناخد جولة رمضانية بحتة. يلا بينا نعيش أجواء رمضان الجميلة في حي الغورية وشارع الخيامية. وقبل ما نبدأ الجولة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الجولة. احنا هنا في شارع الخيامية، حاجة روعة بجد، انا حاسة بأجواء رمضانية جميلة جدا. هتلاقوا بقى الشغل بالخيامية، فوانيس، وهتلاقوا زي مخدات صغيرة معمولة بالخيامية، المفارش، كل حاجة زي ما انتوا شايفينها جميلة جدا. شايفين الشغل اليدوي الروعة ده؟ وهنا ده محل شموع بأشكال كتيرة وعديدة، أشكال شمع حلوة قوي مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية. بصوا فيه هنا شمع كمان خام، اللي هو ممكن يعملوا انتوا تاخدوه تعملوا بيه شمع تاني. المحلات كلها مش زينا، وحاجات في منتهى الجمال، وبوجي بقى وطمطم وطبلة المسحراتي وحاجات حلوة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال؟ فوانيس بأشكال مختلفة وأشكال جميلة، كل أنواع الفوانيس بالخيامية وغير الخيامية، والناس كلها مبسوطة، وفروع النور الحلوة بالفوانيس زي ما انتوا شايفين. يا سلام على الجمال. الشارع كله في حاجات تحفة في منتهى الجمال، الشارع كده يحسسك برمضان. وهنا الشموع تاني اهو، شموع حلوة جدا بجميع أشكالها وألوانها. أنا اشتريت منه كام شمعة كده. وهنا محل فوانيس، احنا هنا كده وصلنا حي الغورية، الفوانيس هناك في منتهى الجمال، جديدة وقديمة وكل أنواع الفوانيس، أقصد يعني الشكل القديم منها اللي هو الأصلي، الفانوس الأصلي بتاع زمان، والأشكال الجديدة المتطورة بقى بجميع أشكالها. طيب انتوا شايفين كده، أنا قلت أوريكم كل أنواع الفوانيس، روعة فوانيس بجد روعة، وأسعارها هنا في حي الغورية بصراحة أقل من أي مكان. هنا بقى دي تشكيلة حلوة قوي من الفوانيس ومن الحاجات اللي هي الذهب دي، أنا هوريها لكم بالتفصيل معايا في الفيديو، في نهاية الفيديو هقول لكم كل حاجة عنها. أسيبكم كده تشوفوا جولة جميلة بالفوانيس، يا رب تعجبكم. بصوا شكل الفوانيس دي روعة، أنا شفتها، أنا جبت منها واحد الفوانيس اللي في الجنب دي.
ودي بقى اشكال الفوانيس القديمة اللي احنا بتاعتنا بتاعت زمان الاصلية. بجد المصريين بيبدعوا في شكل الفوانيس، بصراحة اشكالها روعة، مفيش احلى من الفانوس الاصلي المصري، يا سلام على جماله. وهنا بقى العرايس بوجي وطمطم وعم شكشك وشخصيات اللي هي الرمضانية الجميلة، وتلاقي ممكن فتوتة وفنانيس، حاجات حلوة جدا، يا سلام على الجمال. بصراحة الشارع مبهج جدا، وتبقي ماشية فيه كده مش عايزة تطلعي من جماله ومن جو رمضان اللي احنا عايشين فيه. المروح هناك في الشارع ده حاجة تحفة جدا، جميع أشكال الفوانيس موجودة هنا في الخيامية وفي الورية، وأحسن أسعار في الأماكن دي يا جماعة، أحسن أسعار وأقل أسعار تقريبا كده، تلاقيها بسعر الجملة. ومدفع رمضان حلو جدا، وأباجورات، وفي زي شولات كده، في كل حاجة تتخيلوها، الزينة بالخيامية بجميع أشكالها، كل حاجة تتخيلوها. عايزين تجيبوا حاجات رمضان، عليكوا بالخيامية وحي الغورية، هتطلعوا منه بحاجات تحفة جدا. أنا إن شاء الله هوريكوا المشتريات اللي أنا اشتريتها في الفيديو الجديد، هوريكوا إيه أنا اشتريت إيه من حي الغورية وشارع الخيامية. بصراحة حاجات تحفة، حاجات جميلة جدا، ودي حاجات للزينة كده بتتعلق، كلها جميلة وروعة ويدوية. ده المكان ده تحديدا في حي الغورية، بصراحة أشكال الفوانيس في حي الغورية لا يعلى عليها، أشكال جميلة، جميع الفوانيس اللي من ساعة ما قالوا يا فانوس لغاية أحدث فانوس، ومدفع رمضان وعربية الفول والمسحراتي، كل حاجة موجودة في شارع الخيامية وحي الغورية، حي الغورية روعة. الفوانيس المضيئة اللي على الجنب دي بجد تحفة، تحفة على الطبيعة. هنا دي البوابة اللي بتدخلنا على حي الغورية، المكان هناك جو رمضاني بحت، جو رمضاني بجد بحت، تحفة جدا. اللي يروح هناك يحس فعلا ان رمضان خلاص على الابواب، كل الناس بتشتري، وكل المكان كله اجواء رمضانية جميلة، واغاني رمضان مشغلينها، بجد المكان روعة روعة، واسعار جميلة طبعا باسعار الجملة، فاسعارها حلوة جدا، ما تلاقيش الاسعار اللي عندهم دي في اي مكان تاني. كل ما تتخيلوه عن لوازم شهر رمضان في الزينة والفوانيس هتلاقوه في حي الغورية والخيامية، ما شاء الله كل حاجة جميلة. والشغل العربي واليدوي ده هو بيبقى غالي شوية، بس بيبقى حاجة مميزة وجميلة وأصيلة، وبتدي منظر جميل للبيت. شايفين الجمال؟ حاجات بجد روعة جدا، ما شاء الله. مصر أجمل بلد في الدنيا. هنا المكان ده بقى الحاجات اللي هي المذهبة دي هتلاقيها زي أبريق كده، وبرادات ذهبي اللون الذهبي، وكمان كنك بتاع القهوة والسبرتاية بتاعت القهوة، في مبخرة شكلها تحفة قوي برضو منها، الجزء ده تحديدا روعة روعة. يا جمالك يا مصر، يا جمال رمضان في مصر، مفيش بلد زي مصر. هسيبكو تكملوا باقي الفيديو، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، وكل سنة وانتو طيبين وبخير وصحة وسلام.
مع تحياتي إيمان أحمد.